في ليبيا عبر الإمساك بالسلطة. كيف ترد على هذه الاتهامات والقصص إذا كان يمكن القول؟ أنا درسنا نحن كثيرا حركات الإخوان المسلمين بشكل دقيق. أعتقد أن ما يميزها دائما هو شيئين: القدرة على التعبئة والقدرة على التنظم. The capacity of the organization and the capacity of mobilization. الإخوان المسلمين تنظيمات قوية حديدية منضبطة هرمية ولديها سيولة نقدية هائلة جدا، سواء كتنظيم دولي أو أيضا بتدفق المال القطري بلا حساب لحركات الإخوان المسلمين، وهذا أصبح معطى واضح للجميع. إذا هي تتميز على بقية الأحزاب بهاتين الخاصيتين. قطر تتدخل؟ نعم بالتأكيد. هل تتحول ليبيا إلى تجمع الإخوان المسلمين العالمين؟ من الممكن ذلك، لكن أنا أعتقد أن الإخوان المسلمين في ليبيا يكررون خطأ الإخوان المسلمين في مصر. لم يفهموا ما معنى تأسيس اللحظة الديمقراطية، تأسيس الدولة الديمقراطية، أي أنهم لا يستطيعوا أن يحكموا بمفردهم، بمعنى أنه اللي فاز بصوتين أو ثلاثة أصوات كأغلبية من الممكن في بلدان مستقرة ديمقراطية كأمريكا وفرنسا وألمانيا تمر العملية، لكن في الدول التي تؤسس الديمقراطية عليها أن تلتزم بحكومات وحدة وطنية. لو قلت لي أن التحالف دخل في هذه الحكومة الوحدة الوطنية وكانت حكومة كبرى لقلت لك ستنجح، أما أن أحادية حزبية ضيقة فبالضرورة ستفشل وستتفاقم الوضع في ليبيا، لأن ليبيا عندها مشكلتين أساسيتين الآن. هي مشكلة الإرهاب المتصاعد الذي لا يهدد ليبيا فقط وإنما يهدد جيرانها من مصر إلى الجزائر إلى تونس. السلاح الذي استخدمه الإرهابيين في تونس هو سلاح ليبي. ثم عند مشكلة الميليشيات، كما قلت منذ البداية لا يمكن بناء ديمقراطية أمام فوهات المدافع والبنادق، لابد للدولة أن تحتكر عنفها الشرعي. الدولة عمود الفقري هو الجيش الوطني، نعم. عمود الفقري هي أجهزة الأمن والاستخبارات، وهذه ما زالت في حالة هشة جدا في ليبيا، بل في حالة ضعف شديد، بل واضح. ثم إرادات حزبية واضح. لإضعافها وعدم سأعود لمتابعة التحويل. هذا النقاش. أشكر محمد بوصدر عضو المؤتمر الوطني العام الليبي عبر الهاتف من طرابلس. فاصل قصير ونتابع هذا النقاش، تابعونا.